مرحبا اصدقائي اهلا وسهلا فيكم بقناتي انا ثناء وان شاء الله اليوم رح نبدأ بثاني فيديو من سلسلة تعلم اللغة التركية يلا نحكي تركي اثنين لحتى نعرف نحكي ونلفظ الكلمات صح لازم نتعلم الحروف الهجائية بالاول يلا شو بتستنى جيب قلم ودفتر وابدأ اكتب معي والمرات الجاية إن شاء الله رح يكون في مع كل فيديو لعبة أو اختبار قصير بالمصطلحات اللي اخذناهم، وأشوف مين المتابع منكم معي واللي بيحب يتعلم هاللغة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وحطوا لايك عشان تدعموني ويلا نحكي تركي. تتكون الحروف الهجائية في اللغة التركية من تسعة حرف وثمانية من هاي الحروف صوتية وواحد وعشرين منها حرف ساكن لكل حرف فيهم لفظ واحد وعند الكتابة بنكتب كما نلفظ تماما إلا حرف واحد منهم رح نحكي عنه بعد شوي هو بيكون شاذ عن هاي القاعدة تنقسم الحروف باللغة التركية لقسمين أول قسم انلو أو الحروف الصوتية وهي

ك ل م ن ب, ر س ش ت و ي ز نبدأ بالحروف الصوتية أون لو هرفلار الها نوعين أو قسمين القسم الأول كالون أو هي الحروف المفخمة أو الحروف الثقيلة اللي هن ا آه, ا أه او او عندنا حروف انجي مرققة وهي الحروف التالية اي اي او او ننتقل للحروف الساكنة اللي هي اونسوز هارفلر هي, هي تقسم لقسمين برضو اللي هم الكالن المفخمة تشي ف ه ك ب س ش والان جي المرققة وهي ب س د ج يمشج ج ل م ن ر ف ي ز نبدأ بحرف أ إذا جاء أول الكلمة ينطق ألف مفخمة مثل أربا, أربا يعني سيارة أدا أدا يعني جزيرة إذا جاء في وسط الكلمة بينطق مثل فتحة مفخمة بال بال يعني عسل وإذا إجت في آخر الكلمة يلفظها مفخمة مثل كلمة أبلا يعني الأخت الكبرى ننتقل لحرف ب الأمثلة عليه كلمة بط بط غرب بالك بالك سمكة هذا الحرف هو حرف ج من الأمثلة على حرف ج جامي 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 مسجد ننتقل لحرف تش نلاحظ أنه هذا الحرف لفظه مثل حرف سي اتش اللي بالإنجلش تشي أمثلة عليه تشيكش 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 مطرقة حرف د ينطق حرف د مع الحروف الصوتية المرققة اللي هن اللي بتتذكروهم اللي هم الـ والإي والأو والأو هلأ بيجي معاهم بلفظ دال المرققة مثل ديش حرف الإي اللي بالنص وهي سن ديش 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 سن وأيضا ممكن تلفظ مفخمة دال المفخمة إذا جمع الحروف المفخمة اللي هم الأ والأ والأو والأو, والأو. ومثل أوضة أوضة اوضه غرفه حرف ال اذا جاء اول الكلمه ينطق همزه مفتوحه مثل اتك 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 تنوره اذا جاء في وسط الكلمه ينطق فتحه مرققه مثل مادن معدن, معدن معدن حرف من الامثله عليه كلمه فار 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 بمعنى فأر. ننتقل للحرف ج ينطق مثل الجيم المصرية مثل جيمي 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 سفينة تتذكروا لما حكينا عن الحرف اللي بشذ عن القاعدة يعني ما بينقرأ مثل ما بينكتب هو حرف يمشك جي يمشك يعني خفيفة يعني جي خفيفة هذا الحرف لا يبدأ أو لا يأتي ببداية الكلمة هو حرف لا يلفظ وبيساعد الحرف اللي قبله وبيعمل على مده مثل ضا ضا يعني جبل صا صا يعني يمين نيجي لحرف اله حرف اله يلفظ مثل حرف ها عادي مثل هافتا 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 اسبوع هاريتا هريطة, هريطة هريطة خريطة حرف ا ينطق همزة مكسورة إذا جاء أول الكلمة وينطق ياء في وسط الكلمة وآخرها وتكون مفخمة مثل أشك 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 يعني ضوء ننتقل لحرف الإي حرف الإي يلفظ كسرة مرققة في أول الكلمة وياء في وسط وآخر الكلمة مثال عليهم في أول الكلمة إينة 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 يعني حقنة لاحظنا كيف اليومشة جاي مادة الإي الثانية انتظام 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 بمعنى انتظام حرف ج جي ينطق جيم معطشة مثل جابونيا 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 اليابان حرف ك يلفظ قاف مفخمة مع الحروف المفخمة مثل حرف الأ اللي احنا شايفينه هون فبتصير كودن كادن كادن بمعنى امرأة أو يلفظ كاف لما يكون معاه حرف مرقق مثل الإي مثل ما احنا شايفين هون كيلو 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 يعني كيلو حرف ل حرف ل بيكون إما بنلفظ مخفف أو مرقق حسب الحرف اللي معه مثلا بال 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 عسل هلا ل لفظناها مفخمة لأنه الأ من الأحرف المفخمة فيل 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 لفظنا لا مرققة لأنه حرف الاي من الأحرف المرققة. حرف ما يلفظ مفخم أو مرقق حسب الحرف اللي معه، أمثلة مم 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 بمعنى شمعة وكان هو مفخم أجل لأنه إجى معه حرف مفخم. ملت 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 بمعنى أمة أو قومية وإجت مرققة لأنه حرف الاي من الأحرف المرققة. ننتقل لحرف ن حرف ن يلفظ مفخم او مرقق حسب الحرف اللي معه متل ما حكينا قبل شوي مثل نهط 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 يعني حمص لفظناها ان مفخمه لانه الا من الاحرف المفخمه نتيجه 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 لفظنا الن يعني كانت مرققه لانه حرف الا هو من الاحرف المرققه حرف او باللفظ عادي او مثل ما بينكتب أمثلة عليه زور 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 يعني صعب أورمان 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 يعني غابة من الأمثلة على حرف أ أوديف 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 واجب أكوز 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 ثور حرف ب باللفظ مثل الإنجليزية تماما مثل بنجرة 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 نافذة بيل، بيل،, بيل بيل بطارية حرف س ينطق صاد مع الأحرف الصوتية المفخمة مثل صر 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 يعني أصفر وينطق سين مع الأحرف الصوتية المرققة مثل سلاح سلاه سلاه بمعنى سلاح ننتقل للحرف ش نلفظ شين عادي مثل شبكه 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 يعني قبعه باش 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 يعني راس حرف التاء باللفظ مثل الطال خفيفه مثل تاتش،, تاتش 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 بمعنى تاج اذا كان مع الاحرف المفخمه مثل الا هون ممكن يتلفظ مرقق تاء مرققه مثل تميز 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 بمعنى نظيف لأنه إجا معها حرف مرقق وهو الـ A حرف أو ينطق همزة مضمومة في أول الكلمة مثل أن 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 طحين وينطق ضمة في وسط الكلمة مثل تجك 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 طفل حرف أو ينطق همزة مضمومة مرققة في أول الكلمة مثل أوجكن 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 يعني مثلث وينطق ضمة خفيفة وسط الكلمة وآخرها مثل سوت 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 حليب من الأمثلة على حرف V فيدا 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 بمعنى برغي وكت وكت فكت بمعنى وقت حرف ي ينطق يا ممدودة مثل يمك 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 طعام سانية 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 ثانية 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 يمرطة 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 بيضة زاء من الأمثلة على كلمة زنجير 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 يعني سلسلة مو بالضرورة الجنزير اللي احنا بنعرفه ممكن سلسلة الذهب بنسميها زنجير بشكركم على المتابعة إن شاء الله تكونوا استفدتوا من درس اليوم لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والى اللقاء